إذا نجحت الثورة السورية بالسلاح سنظل محكومين بالسلاح الذي نحكم به من 1400 سنة من سيف معاوية إلى يومنا هذا، وكل من أخذ بالسيف بالسيف يهلك. والديمقراطية لا تحل في بلد إلا إذا جميع الفرقاء قالوا لا نلجأ إلى العنف ونلجأ إلى صندوق الانتخابات. هذه أشياء بديهية ولا يتكلم بها أحد.